السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد الشهابي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة في الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري. اليوم نتكلم عن جهاز حديث يستخدم في جراحة استئصال اللوز، اللي هو جهاز الليجاشور أو الجهاز الحراري الكهربائي. طبعا تقنية الجهاز تستخدم بشكل روتيني في مجال الجراحة العامة وجراحة العنق، ولكن هذه التقنية تم استحداثها واحنا في المستشفى العسكري استخدمناها في جراحة استئصال اللوز لأول مرة في مملكة البحرين، والنتائج المبدئية على الجهاز تتوافق مع نتائج الدراسات المختبرية على هذه التقنية من ناحية قلة الآلام وقلة نسب النزيف بعد عملية استئصال اللوز، وتقارن بالتقنيات الثانية التقليدية أو الليزر أو الموجات الترددية أو الموجات الكهربائية. ومشكورين ويعطيكم ألف عافية.